أعلن رئيس روسي فلاديمير بوتين أن بلاده اختبرت أسلحة نووية جديدة، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية الجارية في سوريا أظهرت زيادة قدرات بلاده الدفاعية. جاء ذلك خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية. اختبرنا أسلحة نووية جديدة بما في ذلك صاروخ كروز الذي يعمل بالطاقة النووية ويمتاز بأن نطاقه غير محدود وسرعته عالية وقادر على اختراق أي دفاع صاروخي، كما اختبرنا طائرة غير مهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء. روسيا أيضا لديها سلاح جديد أسرع من الصوت لا ترصده الأنظمة المضادة للصواريخ. وكما ترون فإن العملية الروسية الجارية في سوريا أظهرت زيادة قدرات بلادنا الدفاعية.